طاب مساءكم ملف جديد وبرنامج من بغداد. التجربة والدليل والبرهان والنتائج والدلالات والمعطيات أكدت وأثبتت أن كل الحكومات من عام 2004 حتى هذه اللحظة كانت حكومات فاشلة وفاسدة واستحقت لعنات الناس عليها ولم تستطيع أن تحقق شيئا. وللإنصاف حتى نصل إلى حقيقة لا مغالاة فيها أن وراء هذا الفشل أسباب كثيرة، في مقدمتها أن هذه القوى التي وصلت إلى السلطة وما زالت لم تكن تمتلك بوصلة أو رؤية أو مشروعا سياسيا. كذلك لم يكن هنالك توافق، بمعنى التوافق الذي يعمل على تقوية أواصر الحكومة لتتمكن من تقديم الخدمات أو حتى الحفاظ على المال العام. وأيضا القوى السياسية عمدت للعمل على تسقيط بعضها البعض وكانت تتحسس من النجاح، لذلك اشتغلوا بمبدأ التسقيط، ومن كان ناجحا بينهم كانت عيشته ضنكة ولم يدخلها أحدا ويخرج منها سالما إلا بكثرة ووفرة من الأموال يحمل عليها جمال. هذه التجربة تجعل من البعض كثيرا ويتردد ويحسب ألف حساب عندما يقرر أن يقود هذه الحكومة، لأنه يعرف ويدرك أن هنالك عوامل خارجية وداخلية ضاغطة، إلا من رحم ربي. ولكن الملفت في هذه الانتخابات والتحولات الجديدة في المشهد السياسي العراقي الذي يسبق الانتخابات، هنالك رغبة وإعلان صريح وتنافس من أجل رئاسة الحكومة، وخصوصا بين الصدريون والبدريون الذين يعلنون أمام الملأ أننا سنشكل الحكومة المقبلة. هذا الإعلان ماذا يخفي وراءه؟ ماذا تمتلك هذه القوى من مكنونات وقدرات وبرامج حكومية جديدة للمستقبل؟ هل السادة الذين يطمحون للذهاب إلى رئاسة الحكومة اتعظوا فعلا من أخطائهم؟ قرأوا المشهد صحيحا؟ هل هم الآن أحرار بما يكفي من الضغوطات الداخلية والخارجية؟ هل نحن أمام مشهد سياسي جديد يحمل رؤية وبوصلة عراقية حقيقية خالصة ستدمغ كل الفاسدين وكل الأجندات الخارجية، أم إنه اشترار لما مضى؟